تعمل ما راح ينفع شو ما تعمل ما راح ينفع هناك لا يمكن أن نمر إلى المستقبل دون محاكمة الماضي. إذا نتحدث عن حقبة يجب إغلاقها، والإغلاق يعني تقييمها تقييما علميا، تحديد أخطائها، تحديد الشخوص المسيئين والمخطئين بها، عقابهم، والاعتذار إلى الأردنيين عن هذه السياسات، ومن ثم الانطلاق. إذا كان الملك بالأمس يقول أنه اضطر أن يلعب دور الحكومة في اختلال دستوري فعليا، إذا اليوم هذا الخروج من هذا المشهد بلعب دور الحكومة يتطلب اليوم إغلاق هذه الحقبة عبر إجراءات حقيقية. إذا الأردنيون اليوم فعلا العامل الاقتصادي الذي يدفعهم إلى الخروج، لكن العامل السياسي هو الذي يمكن أن يعيد الهدوء إلى الأردن، ويمكن أن يطمئن الأردنيين فعليا على مستقبلهم. كل هذه الحلول التي قدمتها الحكومات غير إبداعية، لم تستطيع أن تغير في واقع الأرقام على الأقل الاقتصادية. فالخروج إلى الشارع باعتقادي هو أهم رسالة يقدمها الأردنيون اليوم، نظرا لأننا بحاجة إلى إيقاف حالة الانهيار الذي كان السائدة، تغول فريق ورؤيته في السنوات الأخيرة، استشراء الفساد والشلالية الواضحة. فبالتالي كان لابد من تحرك هذا الأردنيين اليوم لوقف هذه السياسات. إذا نتحدث عن واقع بلا شك هي حالة صحية، ولا يمكن النظر إليها غير ذلك، لأنها وليدة واضحة من رحم معاناة الأردنيين. لهذا باعتقادي أننا عندما نتحدث اليوم عن تغيير، لا يجب أن نتحدث عن وعود أو شكل تغيير شكلي بشخوص، نتحدث عن تغيير نهج، عن خطة واضحة للخروج، عن اعتذار عن الأخطاء، لأن ما جرى في الأردنيين في السنوات الماضية يستحق الاعتذار من كانوا يتسيدوا فكرة المشهد السياسي وصياغة الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية، ومن ثم الانتقال ضمن وعود واضحة المعالم في محاولة لتثبيت فكرة التشاركية السياسية في الحكم واستيعاب هذا الشباب. لا يمكن أن يكون المجتمع الأردني الذي يضاهي نسبة الشباب فيه 70% مهمشين إلى هذا الحد خارج التمثيل السياسي، يشعرون بحالة من الإحباط المرعب، لا يستطيعون أن يشاركوا على الأقل في خياراتهم أو في بناء مستقبلهم.